اي مؤطره بالنسبه للنقطه ديال 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 مراكش. شنو يمكن تقولي لنا على التظاهر اللي كانت عندكم اليوم؟ التظاهر كنا تنجدوا لها مده ديال تقريبا اسبوع. جاونا الوليدات يعني ما تعرفوش، وهذه بادره طيبه دارتها نيابه وزاره الشباب والرياضه، وتحت اللي مسؤول عليها هو السيد المدير والسيد النائب، ومتكتلين الاطر كلهم هنايا تبارك الله. في ظرف 4 ايام كونوا فريق، هانتوما تتشوفوا التظاهره دازت مزيانه، وكنتمنوا باش تكرر مرارا وتكرارا، وما نكرهوش انا على الاقل تكون لهم غير نهار في الاسبوع لهاد الاطفال اللي ما زعما ما عندهمش الامكانيات باش يخرجوا في المسبح. المؤطره ديال الفتيات والنساء كاينين بنيوتات اليوم بانهم كاينين تبارك الله بنيات اللي يعطيهم عطاو مؤهلات السباحه، وعلى راسهم هنا نيابه مراكش حرزت على ثلاثه ديال الالقاب في مدرسه السباحه اللي على راسها الاطر الشباب والاخوان اللي تيتعاونوا معنا هنايا. وزعما كان واحد تكتل واحد التضحيه من ناحيه الاطر من ناحيه الاداره وجميع الطاقم اللي هنا صاروا على هذه التظاهره. نتمنوا هاد الاطفال ياخذوا المشعال للمستقبل ان شاء الله. شكرا. العفو سيدي، شكرا. معنا السي عبد الرزاق القص احد المؤطرين ديال التظاهره. السي عبد الرزاق كيفاش شفتي النيفو ديال الوليدات اللي كانت عندكم هاد السيمانه؟ هو النيفو لانه تقدم واحد الشويه، لان حنا ما عرفناش لي زونفون دري كيفاش هما كانوا في الصف ديالهم، واكتشفنا دور اخرى خاصه بطريقتنا، ولقينا بان كاين مواهب يمكن تزيدو لقدام الى لقاو هاد الامكانيات والمؤهلات. راه شفتو كلشي، سمعتو اللقاء كيفاش داز، من الكتاكيت من جميع الفئات اللي كانوا اليوم اللي كانوا من جميع سميتو رابطو الاطفال كدا وولياء. الحمد لله راه كان راضيين كراتيين بانه راه سي عبد الرزاق. واش 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 هذه المده كافيه باش بنادم يبدا يتعلم السباحه ولا غير ما يغرقش؟ لا لا يعني غادي نضرب بكل صراحه، لانه مده هي كاين تتكون شويه هير واحد النسبه 20% يقدر يعرف هير شي السباحه، يقدر ما يغرقش، يقدر حتى نقولوا لي تعلم واحد شويه لان جريتي ودرستي زون هذا المده بعدا تعاونوا. هذه المده تعاونوا لان راه السمير ماشي راه السمير فهمتي السمير يمكن لك اي واحد يمكن لي تمنى واحد تعلم فيها المبادئ. تعلم هي المبادئ لاباس ديال لاطاسيون كيفاش يوقف كيفاش يفلوتي كيفاش لي باتمون شنو هما شنو هما كذا يمكن لي يعرف هذاك الشيء محدود. ولكن على الاقل دابا على الاقل غتكون غير باش انه يبدا باش يبدا باش السلام عليكم. فكره على السباحه يعني كنتمناو نتمناو هذا الشيء يستمر، وتنشكر الوزاره ربما الا كان عندها شي نوايا نقولوا في الرياضه وفي الاتجاه تاع السباحه تزيد تم شويه، لانه نسبح في بعض مراكش راه ما كافيش ما نتسيق بحال لي سونترال كيديروا فيهم دي بيسين وكذا. الا بغيتي تزيد واحد النيفو باش نعموا حنايا نديروا لونطاسيون فهمتي غادي فلوتي، ولكن فهمتي هو ينقد راسو لان عرفتي تيمشي في حالات فهمتي خصو يكون راسك. شكرا استاذ عبد الرزاق. شكرا.